راحة البال برنامج العائلة والأزواج، الموعد كل نهار أحد من ماضي 3 للأربعة على إكسبرس اف ام. موضوعنا نهار الأحد نحكيو على تربية الصغار اللي تصعب ساعات على الأولياء وقت اللي صغير ما يسمعش الكلام ويكون راسه صحيح. علاش الصغير في عمر معين ما يسمعش كلام والديه؟ كيفاش الوالي يفرض سون أوتوريتي ويتعامل مع صغيره ويخليه يسمع كلامه؟ شاركونا براكم تجربكم وسؤالاتكم على 71 725000. راحة البال كل نهار أحد من ماضي 3 للأربعة مع ريم الإنجليز والكوتش ليلى أبو بكر على إكسبرس اف ام. راحة البال زون ميكست. مساءً عليكم من جديد في زون ميكس، متواصلين في حوارنا مع السيد يوسف الزواوي. سي يوسف، من الكلمات اللي خلت برشا أثارت برشا جدل كان 94، احكي لنا معاش التفاصيل ما تحكيوش كواليس شنو صار وقتها. يقولوا فما خلافات بين الملاعبين، انت كنت موجود، احكي لنا شنو صار. انا موجود لكن ما همش مش حتى خلافات مع الملاعبيه، بالعكس علاقه طيبه نتاعهم ما بينات بعض، حتى مع الاطار الفني. وعلى علم الاطار الفني راه ما فماش اطار فني، فانا شخص وحدي انا ومعايا، انا جبته معايا كوقت حسن ملوش حتى مش كمساعد. كنقول لك انا وحدي أنا كوقتها ما فهمش الإطار الفني متوسع. وبالنقطة بالنسبة للملاعبية ما شنو سبب الإخفاق؟ كل شيء لباس، كل شيء لباس. أولا ساعة فما أشياء اللي تظهر، أنا ظهرت لي بعد سنوات، أنا سمعت شيء بعد سنوات اللي هو سمعت فهم شيء بعد سنوات اللي فما أمور ما هيش ولا بد لي، فما تحضير اللي كونه يلزم الفريق يتغير. انت تتصور في ظرف مع بعضهم جمهور نتاع سوسة وجمهور نتاع المنزة متفقين مع بعضهم يسيحوا على الانترونور، ما صارت هذه. فما اشياء خارجية اللي خلصتها كرة قدم التونسية. إيه شنية خارجية أشياء هذي؟ أنا ما نجمش ندخل في تفاصيل خطر فما شيء، ولو ديما في طبيعتي ديما نكون متحفظ. شفت كي قلتك عايش للتوى غامضة خاطر كنت متحفظ للتوى. لا نتحفظ بينسير نتحفظ. إيه من حق العباد تعرف سيوز توى قديش عندها 20 عام وخديش. خليهم ما شبعوش حطوها على عاتقيانا كما حطوا عاتقهم تلموشي، ما همش خليه حطوا على عاتقيانا، حتى على عاتقيانا. اما برشا من واجبك، سامحني سي يوسف، توري العباد الحقيقه شنو صار. لا مش واجبي، من واجب نتاعي انا نكون وفي للمسؤوليه اللي قمت بها، واللي يصير هكا الكل معناها تحملته انا وتحملته كره قدم التونسيه. تلمح اللي كان فما تدخل من فوق؟ لا فما حتى تدخل. اش معناها شيء خارجي؟ ما قلتك حتى تدخل. كيفاش نجم نفهم؟ أنا عندي يعني. خلي باب التأويلات الكلمة. في المقابلات ما عندي حتى تدخل. كي نقول لك حتى تدخل حتى تدخل ونعرف شو نقول، وأنا مسؤول على كلامي، واللي يحب الرواية متاعه يعمل الرواية متاعه. وفي إقالتك كان فما تدخل؟ بالطبع. ما عندك شكون؟ بالطبع فما في الإقالة، في توقيف النشاط نتاعي في المقابلة الثانية، وعلى علم الرأي العام اللي مازالوا ما تولدوش واللي توا ماخذين فكرة على 94 ويتكلموا على 94، هذه اللي أنا ما فهمتهاش. فما بيت ما تولدتش وعندها رأي على 94 ويتكلموا على 94، خاطر كيما قلت لك العباد ما عرفتش الحقيقة. يا أخي أنت ما عادش ما تكلمش، أنت مازال ما تولدتش وتتكلم عليها، تتكلم عليها من أذنك. شو اللي سمعت؟ ما يجمكش تتكلم عليها، ما عندكش الحق، ما نجمش تتكلم عليها. فما أشياء صارت بطبيعة الحال وفي الأخر ظهرت في الميدان، معناه اللي طاير بالمنتخب ما قبل. تحكي في الفاق برشا سي يوسف. لا مش في الفاق المحمود. مش في الفاق. شوف اللي عاش الوقت هيك يعرف، يحط لي اليوم موجودين تحكي اليوم، انت من حقهم يعرفوا للعباد. شو مش يضيف؟ ده مهم للتاريخ هذا. لا التاريخ موجود، التاريخ هو كونه المنتخب بتاعنا الى اورغانيزي 94، خاصه في النظام معناها في النجاح نتاعو كان نجاح باهر، وفي النتيجه اخفقنا في النتيجه لاول مباراه نتاعنا معناها خسرناها. احنا نلعبوا زوج مباريات راه مش ثلاثه،
زوز مباريات اي زوز اي ايوا زوز ربحنا ماتش انت كي انت معناها تخسر ماتش تاخذ قرار باش واحد معناها شنو هي النيه نتاعك تكون خذا ديسيزيون النيه نتاعك من قبل سنه فيها الرئيس السابق كان نجم نقولوا بالطبع الرئيس السابق بالطبع الرئيس شنو شنو دخله في المهم نتاع كيما هكا نتاع كوره معناها كيفاش فما شكون اثر عليه الرئيس ايش تحس سامحني نحكي رئيس. على رئيس الدوله لا لا با دي تو لا ما كانش رئيس الدوله رئيس الجامعه بالطبع رئيس الجامعه هو المسؤول المنصف الفضائلي سي المنصف بيصير هو باش ياخذ قرار شكون باش ياخذ قرار مع الوزير فما شكون اثر عليها والله انا ما نجمش خاطر حتى في تصريحات سي فضيلي ومعناها بالنسبه هذه نحييه وتحيه ليه حتى في تصريحاته بعد سنين حملني انا المسؤوليه وما رديتش خاطر انا ملي تعينت يا اسلام ملي تعينت على راس المنتخب والكرتوش هابط لدرجة قعدت وحدي حتى أجواء ما عنديش من عند شكون؟ من عند كل ما يحيط بالمنتخب حتى المنتخب كان فما عباد تحب تحكم في المنتخب تحب تسير في المنتخب فما جروب وجروب تعبتني سيوسف للمصداقية حتى العباد تسمع فينا باش تفهم كي نحكيو معناتها كي نقولوا حاجة نسميو الأشياء أسماء علاش نخليو أشياء وعباد محيطة نحبوا الدقة معناتها ما عندي الدقة باش نرجع بالتاريخ ما نرجعش بالتاريخ العباد تحكي اليوم راجع العباد سيوسف خليه يحكي علاش يحكي يوسف زي هو المسؤول خليه خذاها من الكوتي سبورتيف هيك هاو علاش قلت لك فما العباد تعب شنو هي الكوتي الأخر العباد اللي عاشت هكا وقتها ملي انا تعينت اجدوا شنو اللي صار تشوفوا قول لنا انت انا ما نقولش انا ما نقولش انا هكا متحفظ بيه انت ما تقولش معناها شكون باش تقول وانت اللي هز القضيه مثالش نهز القضيه وهزيت القضيه لكم الحمد لله الحمد لله معناها بالنسبه لي انا هزيت القضيه لكن علاقتي مع الناس علاقه احترام وتقدير وتقدير ويحطك في مكانتك حط الوقت هاني قلت لك يحطك في مكانتك هاني نقول لك انا بعد هكا اخذت الاسبيرانس حط الوقت باش تقعد وبعد هكا رجعت للكيب ناسيونال وقت اللي نقول هكا معناه ما فماش شك في مقدرتي كمدرب وحتى اخلاقياتي تسمح لي باش نعاشر الناس خاطر اللي يصير يقعد على روحه انت هنا انت هنا حط الوقت ايش حتى لين توفى الدنيا خاطر ما فماش شيء ساعه وما فماش شيء اللي صار تعدى انا بعد 94 مشيت نبحث مش نبحث في المحكمه ولا في الامن لا 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 نبحث شنو اللي صار وكيفاش وعلاش 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 خاطر فما اشياء ماكش باش تحكي عليها لا ما نحكيش عليها ما نحاول معاك لا ما تعديت علاش قلت لك انا انا سي الفضيلي احتراماتي ليه وخرجت وقال مسؤول لانترونور سكت على روحي مسؤول لانترونور خاطر بعد الماتش هكايا قد انا كي شفت الامبيونس هكايا وشفت الجمهور والجمهور ما عادش قابل معناه تاكيد الشيء اللي كان يساير بقبل أنا قبل ما نجموا يعملوا حد شيء وحبيت نخرج أنا وما خرجت وقعد وكملت صراحة ما نفهم فيك بعد هكايا تحكي بالألغاز لا مش الغاز مش الغاز أنا مش الغاز لا أنا نجم نفهمك هكا العباد نجم نفهمك كي تقول لي فما حاجة صايرة قبل ما تقول لي شنو ما نجمش نفهم شنو صاير قبل فما ضغوطات شنو يحب ينحي يوسف الزواب من عند شكون ما عند الناس الكل ما عند الناس الكل اللي دايرين اللي مثلا يسيروا في 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 في, في, في الكوره يحب ينحي يوسف الزواوي وما نجمش ينحي يوسف الزواوي بعد شيء يبان كي بدا اول فرصه نقز عليها انا بعد المقابله هكية باش تبش تكمل ونتعداو خاطر ماش نحب نحكي عليها 94 خاطر انا بيدي معناها كان وضحتها وانتهى الموضوع وما عادش يحكي لاي حد ما توضحش وموش فيش توضح خاطرك يخرج لك واحد يقول لك لا مش صحيح وبارا لا يقول مش صحيح انا وقت اللي المقابله الاولى صارت عملنا اجتماع في النزل مع سيد الوزير وتطرقنا للامور انا اقترحت للوضع اللي هو فيه ننسحب وعلاش نقول ننسحب لان شفت وضع خارجي اللي بشي اثر اكثر فاكثر على المنتخب خاطر فما شيء خارج هو اللي اثر على المنتخب
مش المنتخب بيدو خاطر المنتخب يجم يعمل يجي في نهار سافابا لكن من غدوه يجم يدارك واذا دارك هو رانا تعدي ولا خلينا نقول مش واضح خلينا نتعدي لا لا مش الكلمه الاخيره خاطر قال لي لا اتفقنا الى لا نستمر من غدوه الصباح العشرة متاع الصباح يتصل بيا يقول لي لا سي يوسف شكون كلم ها شكون كلم بطبيعه الحال المعنيين بالامر شكون اللي هما يسيروا في كرة قدم هكا وقت رئيس الجامعة بالطبع رئيس الجامعة وسيونس الشتالي بالطبع باهي صابر اللاموش ما كانش نجم يدخل حتى ثانية في الماتش اللي جا فيه مش نجم على صابر اللاموشي اي جبتو ديجا انت قبل جبتو كلمنا صابر اللاموش اي ما عادش ما جاش معنا هكا تو لا اسلام علاش قلت لك فما برشا ما عاشوش سيت عدات كوقت ما جاش يعني في با اتر معنا تونسي يلعب انا سمعتك في اخر خبر مع طارق العسادي قلت للاعب كان مضروب وقتها لا 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 في التورنوا هكا تورنوا 7 نوفمبر في تورنوا 7 نوفمبر اللي هو اميكال حتى كان لعب حتى كان لعب ما يوليش تونسي وقتها كان يولي تونسي لا في الكوب دافريك صحيح وانا انا اللي مشيت له وتفهمت معاه باش يجي وقبل باش يجي قبل باش يجي لكن بعد شي ما حبش شنو ما حبش فسر لي قال لي كوتش خاطر صارت عليه ضغوطات كبيره ياسر لا على وكلي قعد على البنك علاش ما هبطش وقتها وقتاش اللي قعد في الماتش اللي قعد فيه على البنك ما قعدش على البنك هو مريض جاء قال لي راني عندي شوفي نتاعي ما يجمش يلعب ما قعدش على البنك لا ما قعدش لا مش في كوب دافريك مش في كوب دافريك لا قبل ايه في 7 نوفمبر اميكال حتى كان يقعد اميكال قال لك عندي اصابه اي في الاميكال اميكال ما قعدش على البنك ما يتحسبش يقعد على البنك لا ما قعدش بعد اللي بعثوا انا يعمل في تيست عمل تيست قالوا لي ما يجمش يلعب اذا خليته ما يلعبش وبعدش دخلت معاه في نيغوسياسيون جاني في الاخر قال لي لا راهو كوتش راني انا البروغرام تاعي نقعد فرنسيس فرنساوي باش نجم نمشي نلعب في اوكسير ومن اوكسير نمشي لكيب اخرى ومن لكيب اخرى من فرنسا نمشي لايطالي وكي تشوف توا معناها الوحده نتاعو اللي عملها كيك باركور اللي عمله هو فرنسا بعد فرنسا مشى لكيب ناسيونال بعد مشى لعب في ايطاليا هو ما حبش هو ما حبش كيما برشا من اللاعبيه حاليا ما حبوش يكونوا يلعبوا في تونس واضح هذا تو كي يخرج اسلام كي يخرج البريزيدون فيدراسيون دو فوتبول البريزيدون فيدراسيون دو فوتبول يقول لو كان لعبوا دقيقه راه ولا تونسي انا باش نخرج هكا وقتها نقول لا راه غلط فيدراسيون فيدراسيون بيان سور كنت تخرج تقول غلط ما نقولوش مادام هو بريزيدون باش نخرج انا نقول راك غلط وي كانك انت تحب تحط علي انا خلي علي انا بعد 20 سنه خرج السيد قال لي راه انا كذا 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 قال شنو هو قال اللي هذه اللي قلت انا هو قالوا اللي هو اختار هو اتصلت به سي يوسف اللاعب عندي نهارين تو بون ما حبش يحكي على الموضوع بالبيه قال لي على الحكايه قديمه وفات وما عادش حب نحكي عليها اما اكد لي انه معناتها حكايه انه ما صحيح الكلام اللي قلته انت سي يوسف لا صحيح كلامي انا صحيح وتجبس سي كمال بن عمر يقول لك قال مانيش مصاب وقت شويش مصاب مانيش مصاب قال عيط حسن ومن الكلام اللي قالوا حبيت تلعبه كظهير ايمن هو ما حبش جامي دلافي كلام هذا كل شفت الكلام هذا ما ندخلش فيه انا هذا شنو ظهير ايمن انا جايبه ظهير ايمن يلعب ميليو تيران جايبه ظهير ايمن اش معناه كلام غير معقول يقول فيه مش صحيح تو اول مره سمعتها عندك هذا ما حبش بريس كانه حتى علق على تليفونه بيان سور ما يتكلمش على خاطر اذا فما الامباسادور نتاعنا في باريس هكا وقتها يجم يقول لك تكلم سي كمال بن عمر لو تريزوري هكا وقتها الفيدراسيون يجم يقول لك تكلم عادل السلمي يجم يقول لك تكلم حسن ملوش وعربي زواوي اللي هبط وعملوا له تيست وقال راني ما نجمش نلعب بالشافي نتاع يجم يقولوا لك شنو يقول لك الكلام هذا وشوف كان تحب تشوف ملاجان نتاعو شنو اللي طلب كاسيرونس معناها يحب معناها يكبر باش احنا ما نعيطولوش يبقى الاخر قال الحقيقه واضح اول مره من سمعت الكلام تاعك هذا بشرب اول مره من سمعت اي دوبا اتصلت بيا انا باه طريقه خروجك من الجامعه سي يوسف اخر مره هذه نعم طب ما كانتش في قيمه يوسف الزواوي واسم يوسف الزواوي عقدك وفيه صحيح لكن كان متصل بك حتى حد وما كلمك حتى حد وما حكيتوش حتى في انهاء العلاقه معناها علاش بالعكس هذا انا نقول احترام فيا وفي علاقتي بالرئيس
اللي كانوا فما 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 تفاهم تليباتي ما بيني وبين الرئيس ما اللي كانوا الاستمرارية ما عنديش علاش باش نستمر في الوقت اللي فانا عندي أهداف كنت نحب ننجح فيها ما نجحتش فيها. تعتبر نفسك ما نجحتش في التجربة الأخيرة مع المنتخب؟ في شخصي أنا لا، مش أنا، خاطر فما أشياء ما خلونيش نعمل نحب علي أنا، خاطر وقت اللي نكون أنا مدرب، أنا مدير فني، ومدير فني عنده رؤية وعنده ملاحظات، ماذا بيه الملاحظات توصل وتاخد على الاعتبار ونعملوا بيها، وقتي ما تعملش بيها أنا ماذا بيه ما نقعدش. كيفاش تقيم عمل المدير الفني الحالي الصغير زويت؟ والله من ناحيتهاش، من ناحية كل شيء. شنو من ناحيتهاش؟ طبعا يزمك ساعة تعرف شنو قاعد يعمل باش تقول أنت. اللي أنا مثلا في المرة الأولى مرة ثانية مرة ثالثة وديما نفكر فيها وديما نقول فيها ماذا بي الإدارة الفنية متاعنا تولي عندها قيمتها مع الـ 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 مع الأندية وتكون مسموعة. الإدارة الفنية متاعنا لحد الآن ما هيش مسموعة. أنا تعمل إلا في الكوتي فورماسيون كهو، في الكوتي فورماسيون بالطبع والحمد لله ناجحين فيه اوروزمون، ما كانش رانا كنا متاخرين برشا. ابار سا ما فماش حاجه اللي الاداره الفنيه نتاعها مسمونه. كان انت عندك حاجه قول لي. واضح. عملت في في مال الديريكسيون تكنيك عملتش دي ريشيرش تقول لكش مثلا شنو هو الفوتبول نتاعنا، شنو هي امكانيات نتاعنا، شنو هو شنو التصورات نتاع ليكيب ناسيونال، شنو كره القدم نتاعنا وين ماشيه، لي شامبيون نتاعنا شنو هو النيفو نتاعنا. مش موجود هذا؟ انا قلت كان اللي كنت انت موجود كان فما حاجه من هذا؟ لا مش موجود، هلا مش موجود. انا نحب وعملت اجتماعات في البدايه، نحب العلاقه ما بين الديريكسيون تكنيك ولي كلوب تكون علاقه تكامل. وقت اللي الكلوب يجيو للديريكسيون تكنيك كمرجع، وحتى الكل حتى الاعلام ياخذ ديريكسيون تكنيك كمرجع. عندما ياخذ ديريكسيون تكنيك كمرجع لا ما فماش حتى تواصل. سامحني، فما تواصل؟ فما حتى تواصل. تعرفش تعمل ديريكسيون تكنيك انت؟ انا سامحني في السؤال، انا نرجع لك. قلت لك ما فماش تواصل. فما تلوش عليه. مش فماش تواصل، ما فماش عليه. وقتاش الديريكسيون تكنيك الاعلامي يتدخل في الديريكسيون تكنيك ويتكلم عليها؟ وقت اللي فما نتيجه ما تصلحش على مستوى لي جون ولا مستوى ليكيب ناسيونال. اما باختصار لا يتكلمش على الديريكسيون تكنيك. ما يتكلمش شنو هي قاعده تعمل وشنو هو واجبها في تصورات وفي البروغراسيون وبروس معناها الديفلوبمون دو فوتبول. ابسوليمون ريان، عمره ما يتكلموا على الديريكسيون تكنيك. انا خدمت اكثر مره ديريكسيون تكنيك، بل بالعكس ما انا خدمت ديريكسيون تكنيك كان فيا تهجم عليا اكثر من كنت مدرب. خاطر كنت مدرب كانت النتائج نتاعي تحميني فوق الميدان، اما انا ديريكسيون تكنيك حتى واحد ما يعرف شنو نعمله في الديريكسيون تكنيك. واضح. بس يوسف 2005 خروجك من الكلوب، تعتبر الحاجه اللي صارت في الماتش هذاك تستاهل الغش هذاك الكل؟ لا مش صارت في الماتش. صار حاجات بعد في الفيستير. في الفيستير بيان سور. شنو صار؟ باش نرجعوا له هذا؟ مسيرش تحب نرجع للتاريخ انا لا مرجع له شو اسمه سليتي. اي محمد سليتي. محمد سليتي رجع له. معناه اللي يقوله هو احسن من يقوله انا. خاطر كي نقولوا انا باش نتكلم على اللي انا الرياكسيون تاعي شنو اللي صار، اما كي يقولوا هو وهو قال تعرفت كنت المرحوم الاسعد الورتيني. لا استغفر الله، اللي قال لا عمري ما تعركت معه. قال هو لا عمري ما تعركت، صار خلاف بين الاسعد وقال قال بيني انا والاسعد ومع يوسف الزهر. فرق بعيد، عرك ولا خلاف؟ ما نعرفش. قول لي انت. اي هو كونه طريقة اللعب نتاعنا، قلنا احنا باش ندخلوا نلعب ونركزوا الا على المقابل، ما نركزوا على حاجات اخرى. وهذا في المقابله، كان ترجع للمقابله، كان النادي الافريقي كان هو اكثر مسيطر على المقابله. جات العمليه نتاع الفير بلاي هكايا، انا طلبت رجع الكره. رجع الكره، ما رجعتش الكره. نحب نعرف شنو صار في الفيستير. جستما مشى السيد اللي هو الله يرحمه، مش هو ما يشوت، هو ما يشوتش، سلام يشوت عنه اسامه سلامي هو اللي يشوت. طيب جاء هو شاطها، سكتنا، دخلنا كوقتها في الفند دو ميتو، دخلنا ارتاحوا لجوات 4-5 دقائق، اعطيت الكونسين نتاعي انا نتاع دوزيام ميتو، في اخر الكلام نتاعي رجعت
خسرت السلامي. قلت له يا سلامي موني قلت لك حط الكرة رجع حاله. قال لي يوسف أنا خاطي. قلت له كيفاش أنت خاطي وأنا عامل فيش متاع شكوني شوت؟ شكوني شوت؟ قلت له هنا شكوني شوت مش أنت تشوت؟ قال لي قال لي رغم أنا ما شوتش. إيه قلت له أنا نسأل عليك أسألتك علاش ما تشوتش يا أخي؟ هو المرحوم هو هزيدو ورسو مطبس هزيدو. قال لي سيوسف باحترام زاد مش بعرك ولا واحد. قال لي سيوسف أنا شوت ترن. قلت علاش تشوت؟ هاو الكلمة اللي أنا خرجت فيها. قال لي سيوسف أنا شوت ولو حتى كان جي واحد أخرى هكاك راني نشوتها. أي أبوط هكا أي ساك أوكي. اي ما تستاهلش انك توقف على مسألة. لا 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 عاد انت هكا تقول هكاك. اما انا وقت اللي مدرب ما انا مدرب وانا نقول لك اش تعمل وانت تنجم مثلا ترفع تقريبا من اللاعب تعدي على الكونسي. لا لا لا, لا 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 انا لا نعدي على هذا كلامك صحيح خاطر هكا وقت نجم نقول له نحي المريول امشي تحت الدوش الله يرحمه بالضبط وكمل روح ممكن هذا 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 يجم يصير هذا. لكن انا ما جيتش باش نعاقب. انا كوقتها ماشي صالح الثابتي التحضيرات اللي عملناها مع النادي الافريقي هكا وقتها في 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 عين درهم كنا وحدنا هكا وقت الرئيس هو المرحوم كنا وحدنا وعملنا ما معناها ديماراج خلق العاده. انا ما جيتش هكا وقت كان مكشر كان معناها شكرا الزعلاني كان الزعلاني وسام وسام صغير وسام بالعكس همامي كان كان جروب سليتي أنا جروب خلقنا أمبيانس وقلنا نمشي بالديسيبلين والديسيبلين لين دو كوندويت من قمنا أنا منطرد حد. وقلت له في نظري أنا كوقتها أنا كيفش نطردك باش تخسك الكلوب أنا نمشي وتقعد أنت في الكلوب وتجم تشوف كلامي هو صحيح عمل كارير في الكلوب ولا المرحوم صحيح عمل كارير. أما برشا ناس حطينها في أشياء أخرى اللي هي غلطة. بيه اصل الخلاف مع مختار التيلي شنو بالضبط؟ ابسلي مريم علاش ما يفلت حتى فرصه باش تهجم عليك ومازال غدوه تهجم عليك؟ إيه نحب نعرف شنو فاش ماذا بيا نسمع وانا ما تعرفش شنو بيناتكم؟ والله ما نعرف خاطر هو يتكلم من البرة ويتكلم في الاوف ما تعرفوش وقتاش صحيح وين الغلط. اما الفتره الاخيره ما انا عدى الحدود ما حكيتوش مع بعضكم؟ لا حكينا مع بعضنا. انا ما نحكيش برشا معاه حتى كي يتكلم ما نحكيش برشا معاه في هذا راهو. اما في الحكايات الاخرى خويا وعزيزي وصاحبي وعشره وكما يقولوا ابو سخوك انا ديما فما احترام متبادل كي نتقابلوا مع بعضنا. خاطر هو كان في الاداره الفنيه كنا بنخدم مع بعضنا باستمرار. انا ما فما حتى وانا انا نقول لك اسلام كان فما نهار اي واحد سمع انا قلت فيه اي كلمه اما في المسجله ولا مكتوبه واولا في شخصه هو زاد حتى كان هو يتكلم هو ولا عمري قلت فيه كلمه ولا عمر صال ما بيني وبينه كلمه اعوذ بالله. واضح. لكن مع الاسف هو ديما متمسك ديما بكلام اللي مش صحيح روايات خياليه روايات خياليه كي نقول لك خياليه خيالي. لكن الفترة الأخيرة قام أشياء اللي ما تسمحلوش باش يتعدى الحدود خاطر تعدى الحدود. واضح. وفي الأخير في الأوف الأخرين يخرجوا هالو اللي مثلني أنا مع تثم من الناس مع زوز من الناس يعني أنا وليت في في يوسف الشاهد سي يوسف الشاهد وفي وسي 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 وديع الجري هذو وأنا معهم رموز الفشل. انا نحب نعرف هو في الكاريير نتاعو اول مره باش نقولها وما نحبش نقولها انا لكن الله غالب مضطر شنو عنده كانتاجات في الوحده نتاعو شنو اللي عنده قداش من تيتر عنده؟ واضح. تعرفش انت قداش من تيتر؟ لا والله ما نعرف. لازمك تعرف عاد اسلام تنعمل هذا الشيء شبه. سي يوسف كلمة قبل ما نكملوا دقيقتين ودقيقة ونص. السيابي الظروف صعيبة البريود الأخرى كلمة على السيابي شنو السبب اللي صاير اليوم؟ والله ظروف صعيبة برشا مش شوية برشا 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 ظروف صعيبة والسيابي زي ما تحس اللي كونه هي راي في وضع خطير جدا. أنا ما نحكيش على الجمهور ولا محبين مال خذ فما جمهور فما محبين
انا نحكي اللي 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 اللي, اللي صاحب القرار رئيس النادي بالطبع شبيه. رئيس النادي حتى المدرب اي حتى اللاعبين هذو لي زاكتور شنو هما الاخطاء هو, هو رئيس النادي هو المدرب هو لي جوار يلزموا يحسوا اللي راو معناه في وضع حرج وحرج جدا راو النادي الرياضي بنزرتي في وضع نتاع الله اللي قدر تيوح شنو هما الاخطاء نتاع رئيس النادي لا ما نجمش نقول انا عندي الاخطاء ما عنديش اخطاء ما نجم نقولش ما نقولش على الاخطاء علاش علاش خاطر هو يسير على روحه انا ما نجمش انا باش نحكم عليه ولا نقعد نعمل له في بروسي مش نعمل له لكن انت قريب وتعرف شنو صاير لا قريب حتى الفتره الاخيره قريب برشا لي الا في الفتره الاخيره ماش ما صارش لا ما عندي حد شيء ما نعرفش علاش الفتره الاخيره برك من 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 تو عنا من قبل المقابله نتاع حمام نلف ما صار ما صار حتى اتصال مع بعضنا بي على الاقل تقول لنا شنو من الاسباب اللي خلت سيابي توصل للوضعيه هذه الاسباب اللي كونوا طيب الاسباب اولا ساعه اللي هي مش مستقره على مستوى التيران هذا هذا شيء شيء واضح واضح برشا وهزت الحمل هزت الحمل سنين 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 في السنه هذه السنه هذه ما نجمتش تهز الحمل بالمشاكل اللي صارت على مستوى الامكانيات امكانيات هذا شيء مربوط ببعض هذا هذا واضح وبطبيعه الحال عدم الاستقرار نتاع الامور الفنيه هذا هذا زاد كيف اكيد واضح يعطيك الصحه سي يوسف شكرا عايش. شرفتنا بحضورك اليوم خلاص تعاود الدعوه في مناسبات قادمه ان شاء الله لا مش بنعمل عاده انا ديما باش ناخذ حق الرد راني ما جيتش باش نعطي عمران حق الرد اكيد واضح به شكرا لك سي يوسف بعد شويه يكون معنا مدرب رضا الجدي نحكيو معاه على عديد الامور المتعلقه بمسيد وكيف كيف نحكيو معاه على مقابله النجم الساحلي اليوم ضد الوداد البيضاوي موسيقى ثم راجعين The Mixed BBC